شكرا شكرا. هو معنى اننا نفتخروا يعني بالافتتاح ديال هذا المونديالتو واللي كان في مدينه عريقه ومدينه كبيره ومدينه لها تاريخ اللي هو مدينه طنجه اللي معروفه يعني بالاصاله ديالها، معروفه بالرجال ديالها، معروفه يعني بكل ما اشتغلت عليه هنا. من نحيو بجداره السلطات المحليه وكل الناس اللي هيئوا هذا العرس الكبير، واظن بانهم ترفع لهم القبعه لانه فعلا شرفوا المغرب وعطوا واحد الصوره جيده للمغرب باش حتى اللي جا من اي انحاء العالم، والدليل بانه انا مع العائله والعائله ديالي من الولايات المتحده هما جاوا لهذه المناسبه هذه، واكثر من هذا في هذه المدينه اللي منذ 40 سنه ما شافوهاش، ملي شافوها تغيرت عليهم بواحد الشكل كبير، وهذا كيعطي واحد القيمه اضافيه يعني للمغرب بصفه عامه تحت القياده السديده ديال سيدنا الله ينصره، وكذلك حتى يعني الاعيان ديال البلاد اللي اظن بانهم يعدون من خيره الناس، من الاخلاق، من الطيبوبه. وشفنا الجمهور يعني المغربي بصفه عامه والجمهور الطنجاوي كيفاش في هذا الحدث كان رائع ورائع جدا. وهي مدينه طنجه ماشي لوين، كل المدن المغربيه قلت لك بانها مشات في واحد القطار ديال التنميه كبير، والان البوراق هو غادي بسرعه والمغرب غادي بسرعه بحاله بحال البوراق. في الانشطه من البارح شفنا الانشطه اللي كانت فيها يعني قناوه من البارحه، واليوم شفنا انترنا ديال الجباله يعني والتقطقه الجبليه، واظن بانه هذا تتبين بان الغنى ديال الثقافه المغربيه، ومدينه طنجه كمدينه اصيله فيها كل الثقافات لانها تعد مدينه كوسموبوليت بزاف ديال الاديان بزاف الجنسيات، وهنا كيبان لك يعني المغرب الطريق اللي قاطعها يعني في التعايش مع كل الاديان وفي التعايش كذلك مع كل في المغرب داخل هذا كل المناطق يعني ممتله، وهذا شيء ايجابي وايجابي جدا. فما علينا الا نكونوا سعداء ونفتخروا يعني بنكونوا كمغاربه، وان ولا الشعار ديال مدينة مروكو موجود الحمد لله. شكرا. ثانك يو فيري ماتش، ذاتس اول اي كان تيك. ذاتس اول. زوينه طنجه عائله يعني تغيرت بزاف وزعما يعني عجيب. شكرا. يا جيت ولكن جيت سي مون كوزان، جيت نشوفه زعما سي اكستراوردينير. I'm proud to be Moroccan.